نجم من نجوم الكرة المصرية أحمد حجازي، يمكن اتأخر كتير جدا، إصابة عندته كتير جدا، لكن أحمد حجازي مكانه الطبيعي هو وجوده مع منتخب مصر، لاعب ذو أخلاقيات عالية جدا، ذو إمكانيات عالية جدا جدا جدا، محترف الآن في بروجيا الإيطالي. يمكن طبعا عندنا أمال كبيرة جدا على أحمد حجازي في الفترات القادمة. برحب بيك نجم كبير من نجوم الكرة المصرية، وجودك في إيطاليا طبعا فتح بوابات كتيرة جدا للعيبة المصرية، وجودك عمل حافز كبير جدا، عرف الناس اللاعب المصري في إيطاليا، يعني فتحت خير أحمد حجازي لينا في إيطاليا. برحب بيك وحمد لله على السلامة، وألف سلامة. إجهاد بسيط في العضلة الخلفية. أول حاجة طبعا ازيك، عامل ايه؟ بقى لي كتير ما شفتكش. يعني الحمد لله، يعني بعد مدة طويلة ان انا ارجع المنتخب، الحمد لله ارجع بعد مدة مش قليلة، يعني ان انا الحمد لله برجع اشارك تاني في مع نادية، فالحمد لله يعني الفترة دي اداء كويس وماشي بشكل كويس، واتمنى ان شاء الله يعني التوفيق للمنتخب، ونكون على قد ان شاء الله المسؤولية اللي متحملة على الناس كلها، يعني سواء اتحاد كورة او جهاز فني او لعيبة، ان شاء الله يكون قد المسؤولية الفترة الجاية. يعني قول لي حجازي، انا قلت اتأخرت شوية، الاصابات عندتك شوية، ومكانك الطبيعي ومنتخب مصر، وكنت متألق مع منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي، واعتقد ان احنا محتاجين مركز احمد حجازي، ومحتاجين احمد حجازي وقوته ولعبه، وان شاء الله تبقى الفترة اللي جاية فترة يعني تشهد او تشهد تثبيت احمد حجازي في مكانه الطبيعي مع منتخب مصر. لا والله ما اتاخرتش ولا حاجه، الحمد لله. يعني انا مفنش مع المنتخب، انا اخر حاجه كانت مع المنتخب الحمد لله كنت ماشي كويس، التصفيات بتاعت كاس العالم، تصفيات كاس العالم، والحمد لله كنت عامل ماتشات كويسه وماشي بشكل كويس لحد الاصابه، يعني الحمد لله. لكن تاخير او كده دي كل حاجه بتاعت ربنا، انا ما فيش اي اعتراض على حاجه زي كده، الحمد لله انا كنت شغال كويس حتى في فتره الاصابه وبعد الاصابه، الحمد لله انا راجع بشكل كويس جدا ومطمن على نفسي، والحمد لله. يعني انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اكون بعمل اللي عليا، والباقي كله بتاع ربنا، يعني مفيش اي حاجه، مفيش حاجه اسمها اتاخرت، كل حاجه بتيجي في ميعادها وربنا كاتب كل حاجه، يعني مفيش حد هيقدر يقدم ولا ياخر اي حاجه، سواء حجازي موجود او مش موجود، اللي موجود في المكان حجازي او في مكان غيره، ده منتخب مصر والاصلح لمنتخب مصر لازم يكون موجود، واتمنى له التوفيق، واحنا كلنا يعني بنشتغل في انديتنا وبنشتغل كل ده عشان في الاخر نسمع نرفع اسم مصر، وفي الاخر نرجع نلعب في منتخبنا اكيد. يعني عايز اقول منتلا كان متمسك بيك، وفضل يعني ما اداش اعاره لاحمد حجازي اكتر من 6 شهور، واعتقد ان انت في نادي كبير، يعني الناس نادي بروجيا ده من الانديه الكبيره في ايطاليا، اعتقد ليه باع كبير جدا في الكره الايطاليه. والله انا كلمت في الموضوع ده قبل كده اكتر من مره، يعني بس انا ناديه، انا في فيورنتينا لسه لي سنه كمان في عقدي، الحمد لله يعني ما عملت اللي عليا، مش هقول ان انا ما قصرتش في حاجه، يعني الفتره اللي انا كنت فيها موجود الفتره دي بالنسبه لي كانت اهم حاجه بالنسبه لي ان انا العب. لما قعدت اتكلمت مع الناس في النادي كان الاصلح ان انا اروح العب في حته قريبه من الاجواء بتاعت ايطاليا. النادي نادي بيروجا نادي كويس جدا الحمد لله، يعني الفتره الاخيره ماشيين بشكل كويس جدا في الدوري اللي احنا بنلعب فيه، الى حد ما الحمد لله يعني ادائي الحمد لله كويس مع الفرقه، والفرقه الحمد لله ادائها كويس، بيلعبوا بسيستم محترم، سيستم كويس جدا، نادي عنده مشروع كويس، والحمد لله يعني انا مستريح. بالنسبه لي اللعب الفتره دي اهم حاجه، وبعد كده ان شاء الله يبقى كل حاجه تبقى زي الفل باذن الله. في تواصل بينك وبين مونتلا ولا لا؟ الحمد لله، يعني في انا علاقتي بالناس كلها في النادي كويسه جدا، الناس متابعه الدوري هناك، متابع كويس جدا من النادي ومن ايطاليا كلها، يعني الحمد لله الناس بعد الماتشات اي ماتشات بتحصل اكيد بيكون بيتفرجوا وكده، فبيبقى في كلام، بس مش مع المدير الفني اكيد، يعني ما بيكلمش، مش هيتكلم مع اللعيبه يعني حتى اللي مشيت يعني، فاكيد انا بحترمه جدا، والحمد لله يعني انا لحد اخر يوم انا ماشي فيه من النادي يعني في احترام متبادل جدا، وهو شخصيه كويسه، مش شخصيه يعني، وحتى مدرب كويس جدا في الملعب ونصحني كتير وانا استفدت كتير منه لحد دلوقتي. يعني كل مصر عايزه تشوف اللقطه محمد صلاح مع احمد حجازي في فيورنتينا. والله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم، بس 6 شهور دول اللي انا بقديهم، وان شاء الله يعني الفتره الجايه كلها تبقى خير لي باذن الله، وتبقى خير ليا والاحسن لينا احنا الاثنين ان شاء الله ربنا يتممه، وانا طبعا اتمنى ان انا اكون بلعب مع فريق واحد يعني ان شاء الله. في احمد وانت لعيب كبير، وان شاء الله نشوفك الفتره الجايه مع منتخبنا الوطني وتبقى اساسي. ربنا يخليك. شكرا. شكرا.